السلام عليكم كابتن. عليكم السلام ورحمه الله. بما انه انت لاعب رياضي راكبي، شلون قدرت تحافظ على لياقتك البدنيه رغم الحجر الصحي بسبب جائحه كورونا؟ والله انا ما منعني شيء، الحمد لله والشكر. انا مارست رياضتي داخل البيت، هي لعبه الحبل وجهاز الجرع عندي بالبيت امارسه وما عاقني اي شيء، الحمد لله والشكر. نصيحتك للشباب انهم يمارسون الرياضه؟ والله نصيحه، طبعا احنا كنا نحث على الشباب للرياضه، هي اول شيء ابتعاد عن التجمعات بسبب هاي الظروف، اثنين تبتعد عن هواي امور، والرياضه هي صحه لك. ومثل ما تعرفون رغم الظروف اللي احنا دنمر بيها، ومثل ما تشوفون هاي الساحه تشوفوها شلون تعبانه، بس انا ما عاقني شيء الحمد لله والشكر، دا اتمرن ومحافظ على لياقتي.